تمام. وحلو جدا ان احنا نبدا بقى يعني من بعد ما الناس بتركز جدا قبل اجراء العمليه ووقت العمليه، وبتنسى نفسها بعد العمليه. وبالعكس انا بشوف، وحضرتك برضو تاكدي لي، ما بعد هو اهم نقطه او اهم شيء ان انا ممكن اركز عليه، او يصح ان انا او يفضل ان انا اركز عليه. مهم قوي كل الناس اللي بتتفرج علينا يبقى عندها وعي شديد أهمية الفيتامينات والمعادن لمريض السمنة، والستات والرجالة اللي بيخططوا لهم يعملوا عمليات التكميم أو تحويل المسار أو حتى الدايت القوي. ليه؟ لأن زي ما قلتي برضو يا نهاوند، أن ممكن المعدة بتتقص، فحمض المعدة نفسه بيتأثر. تحويل المسار، انت بتحولي مسار الأكل في حتة تانية، فبتعدي من الأمعاء شوية اللي بتعمل على امتصاص المعادن والفيتامينات. مهم جدا للناس دي ان هم ياخدوا مكملات غذائية فيها فوليك أسيد، فيها فيتامين بي كله، فيها البيوتين، فيها النياسين، وفيها الفيتامين بي 12 اللي مسؤول عن تكوين كرات الدم الحمراء، وفيها فيتامين اي وفيها فيتامين سي، عشان زي ما قلتي الاكل بقى اقل من الاول بكتير، ومصادر الاكل هي مصادر الفيتامينات. فلو انا قللت الاكل كتير بالطريقه دي، اكيد جسمي هيبقى محتاج جدا للفيتامينات والمعادن. وعلى فكره هم الدكاتره المختصين هم اللي بيكتبوا على طول بعد العمليه المالتي فيتامينز اللي هم محتاجينها.